الكلام الجميل قلت لك عن سليمان في كتاب طبقات والضيف الله وده معترف به في سنار وفي جامعة الخرطوم. قال الشيخ موسى ابن يعقوب الفضل ده قال كان علم منطق الطير قال يا زول قال ذات يوم وهو جالس طبعا الكتاب مكتوب بالدارجية السودانية قال والمشاط يمشط رأسه قال جاءته طيرة بكوة البيت اللي هو بشنو بالطاقة الفتحة الفوق دي قال فسكسكت للشيخ قال فسكسك الشيخ لها طبعا كونها هي تسكسك والله جد كونها هي تسكسك دي ما شيء معروف لكن الشيخ يسكسك ده شنو قال فطارت ثم جاءت طيرة أخرى فسكسكت فسكسك الشيخ لها المشاط القاعد ده قام راسه ضرب قال لها الشيخ سألتك بالله الطيرة إن قالت لك وإنت إن قلت لها والله إنت الطيرة وما قال أي حاجة لكن إنت الطيرة بس كويس قال له امرأة مع زوجها وفقت بينهما أصوات دبرك كان دار يطلق عشوشة لكن قلت له خليها يا ناس يا أخ ده دين شنو ده يا أخ والله يا أخوانا الكلام ده عقائد وإنت الليلة لو مشيت الحلة بتاعتكم لو مشيت ناغشت واحد صوفي ممكن يديك قرجة في راسك قولك انت مشيت الجامعات دي لقيت الوهابيه ديل بقيت تنكر الكلام ده يا اخي انكر ابو ذاته انكره ده كلام شنو ده قال درجات الاولي على ثلاثه دفع الله المصوبا قال صغرى ووسطى وكبرى قال فالصغرى ان يطيروا في الهواء وان يمشوا على ظهر الماء يعني تمشي بغادي قاعد في الجناين يعني دار تفرق شويه باشوية تلقى لك زول قاطع النيل الازرق ده بيكون عينه ساكت كده ماشي ساي فهمت وواحد تلقاه حاجي بالطيران وكلام زي ده الولي البرلوم ده الدرجة الصغرى كويس قال والوسطى قال أن ينطقوا بالمغيبات والدرجة الثالثة الدرجة الكبيرة قال وهي درجة القضبانية وهي قال أن بحيث يقول لشيء كن فيكون قال وهذه درجة ولدي دفع الله ده الجنب تاعي بس أنا لسه ما جيتكم فهمت ولد دفع الله بيقول لشيء كن فيكون ربنا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له شنو كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا أخواننا الكلام ده الزول ما مصدقه أمشي مكتبة مضوي الحاج مضوي في ود مدن أمشي الدار السودانية خليك من ده النت قريب النت ده موجود أكتب بيجيبوا لك باللحن كمان خش أي موقع مثلا قول مثلا داير مدحت أبوك الشيخ البرعي ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد أو مدحت كباشة يجيبوا لك بموسيقى وفي ناس تلقاهم بينططوا يا سلام يا أنت بتنطط ساي ما فاهم حاجة ده قال كباشة في كل محل يربط ويحل في كل بلد كم أدى ولد كم حل عقد كباشة بالموسيقى ويربط ويحل كم أدى طفل من غير مس وتفل عشان ما تقول الشيخ ده مثلا بيعمل حاجة غلط قال لك من غير مس وتفل بعيد يعني حاجة كده بيفك الشبكة واي فاي فهمت قال كم أد والله جد يا ناس ده دين الآن موجود خش النت بتلقى الكلام ده موجود دي العقائد بتاعت الصوفية دي العقائد بتاعتهم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.